السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد أصدقائي صديقاتي في درس جديد لمادة التربية الإسلامية، هذه المرة مع مكون القسط. أهداف الحصة لهذه اليوم: أتعرف عبارات الشكر وأستعمل عبارات الشكر في الوقت المناسب وأشكر كل من أسدى إلي خيراً. طيب، درسنا اليوم بعنوان أشكر الناس. ماذا تلاحظون في هذه الصورة؟ نعم، إنه طبيب، وهذه بنت ترقد على فراش بالمستشفى. صحيح إنها كانت مريضة، وبجانبها أمها. بجانبها أمها. طيب، سوف نتعرف على الحوار الذي دار بين الطبيب والبنت والأم. قالت الأم: لن أنسى فضلك يا طبيب. أجاب الطبيب: الفضل لله تعالى، قمت فقط بواجبي. قالت البنت: شكرا لك يا طبيب. شكرا لك يا أمي. قالت الأم: الحمد والشكر لله يا بنيتي. طيب، كيف كانت تحس البنت؟ أو بماذا كانت تشعر؟ كانت مريضة. حسناً، وماذا فعل الطبيب؟ عالجها. عندما عالجها شفيت، فماذا قالت الأم للطبيب؟ نعم، قالت له: لن أنسى فضلك يا طبيب. ماذا فعل الطبيب؟ قام بواجبه. جميل، وماذا قالت البنت عندما شفيت؟ شكرت الطبيب وشكرت الأم. ماذا قالت لهما؟ قالت: شكرا لك يا طبيب. وقالت لأمها: شكرا لك يا أمي. بماذا أجابتها الأم؟ قالت لها: الحمد والشكر لله يا بنيتي. أحسنتم. طيب، انظروا إلى هذه الصويرات، كل واحد يعبر عن شكره لمن أسدى له خيراً. هذه البنت تعانق أمها تعبيراً منها عن شكرها لها، وأيضاً الأطفال يهدون أمهم هدايا مختلفة أيضاً تعبيراً منهم لشكرهم لها. والبنت التي في الصورة تحت إنها تقبل أمها على خديها وتهدي لها باقة من الورد أيضاً، فهي تشكرها بهذه الطريقة. أساليب الشكر: إما أن أقول كأسلوب أشكرك أو أشكرك، أو أقول شكراً جزيلاً. أيضاً يمكنني أن أقول جزاك الله خيراً. إذن هذه كلها أساليب للشكر. أنتفع: أشكر كل من ساعدني وقدم لي معروفاً. قال الله تعالى: أنشكر لي ولوالديك. أعيد: أشكر كل من ساعدني وقدم لي معروفاً. قال الله تعالى: أنشكر لي ولوالديك.